صراع على هامش المقاومة، هذا ما يبدو عليه وضع مدينة تعز التي عاشت انفلاتا أمنيا كبيرا، انفلات خرج من دائرة الصراع بين كتائب أبو العباس وبين مسلحي غزوان المخلافي بحسب اللواء صادق سرحان، إلى قيام الكتائب بالاعتداء على مؤسسات أمنية واختطاف ضباط أمن والسيطرة على شارع جمال وإغلاق منفذ الضباب. بعض الجماعات التي لم تؤمن لحد الآن بالمؤسسات الدولة وبالمؤسسة العسكرية والأمنية، فهذا بحاجة إلى عناية كبيرة من القيادة السياسية والقيادة العسكرية. ومع أن أبو العباس يعتقد أن مهمة المقاومة هي قتال الحوثي، إلا أنه برر الاعتداء على المؤسسات الأمنية بضعف إدارة الأمن، مؤكدا أن تصرفاته تمثل الدولة، وإنما كان ربما لا نستطيع التوصل لهؤلاء المجرمين إلا بهذه الطريقة. ومع ذلك نحن دخلنا إدارة الأمن وسلمناها للجنة الأمنية. حاول الرئيس هادي احتواء الموقف بتكليف لجنة برئاسة عبد الله نعمان تعمل على تسهيل مهام اللجنة الأمنية وتسليم مؤسسات الدولة المختطفة، لكن تفجير الأمن السياسي خلط الأوراق من جديد في ظل تحميل قيادات أمنية أبو العباس مسؤولية التفجير، فيما أشار عبد الله نعمان إلى تحميل الجهة المسيطرة على المبنى مسؤولية حمايته. لكن الأمن السياسي حتى هذه اللحظة لا يزال بيد الجماعة المسلحة التابعة لأبو العباس، ومن الناحية القانونية طبعا الجماعة المسلحة التي في مقر الأمن السياسي هي مسؤولة كل ما يجب إلى أن يثبت العكس. كانت اللجنة الأمنية قد أحكمت سيطرتها قبل أيام على أنحاء المدينة باسطة معها أجواء من التفاؤل بين المواطنين، لكن جهات ما بحسب مراقبين تقف وراء إعادة الفوضى للواجهة بهدف تشويه سمعة المقاومة. تأتي هذه الفوضى الأمنية في ظل انتصارات يحققها الجيش الوطني على أرياف تعز ومديرية المخاء، فبينما ينشغل الجيش الوطني بنزع ألغام ميليشيا الحوثي على أطراف تعز، تكتفي الحكومة بالتفرج على ألغام مستقبلية تزرع داخل المدينة.